الحقيقه كمان احنا جهزنا لحضراتكم تقرير عن الماسترز، او طبعا فرقتنا بيطلق عليها الماسترز او الاسياد طبعا في الكره الطائره، لان الالقاب تتحدث عن نفسها. النهارده ان شاء الله اللقب، احنا قبل كده حاملي لقب 20 بطوله كاس، النهارده ان شاء الله تكون البطوله رقم 21. ياتي ورانا على طول نادي الزمالك بخمس القاب فقط، فرق يعني كبير في البطولات، فلهذا السبب طبعا اطلق عليهم الماستر. خلينا نشوف التقرير اللي جهزناه لحضراتكم عن فريق كره الطائره رجال وارجع لكم تاني. الماسترز على بعد خطوه من معانقه المجد وتحقيق الثلاثيه. بات الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصلحي على بعد خطوة واحدة من تحقيق الثلاثية في الموسم الجاري، عندما يلتقي بفريق طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر مساء اليوم الأربعاء، وذلك رغم الظروف الاستثنائية التي واجهت الرياضة في مصر والعالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وكانت سببا في تأجيل بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي يحمل الأهلي لقبها. والبداية كانت بخوض منافسات البطولة العربية والتي استضافتها مصر في فبراير من العام الجاري، متربعا على قمة المجموعة الأولى قبل أن يفوز على السلام العماني في ربع النهائي بنتيجة 3-2، وبالنتيجة ذاتها فاز الماسترز على الأهلي البحريني ليضرب موعدا مع الزمالك ليحقق الفوز بثلاثة أشواط دون رد، محققا اللقب العربي للمرة السابعة في تاريخه بعد غياب دام 10 سنوات عن منصة التتويج العربية، ليعادل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب المسجل باسم الصفاقسي التونسي. ليتوقف النشاط الرياضي في مصر والعالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد لبضعة أشهر قبل أن تعود الحياة إلى الرياضة في ظل بروتوكولات صحية وإجراءات احترازية مشددة. وكان الماسترز كعادتهم على قدر المسؤولية، فحصدوا الفوز تلو الآخر في بطولة الدوري الممتاز لينجح في حسم اللقب قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة. وكالعادة يقرر الشياطين الحمر غلق صفحة الاحتفال بالدوري للمرة 32 في تاريخه سريعا، لا سيما أنه لم يكن هناك متسع من الوقت لدى الفريق لالتقاط الأنفاس، ثم استكمل الفريق مشواره في بطولة كأس مصر أمام الزمالك في نصف نهائي البطولة، فقرر المدير الفني محمد مصلحي التضحية بالمباراة الختامية في الدوري، فجاءت الخسارة بنتيجة 3-1 كنتيجة طبيعية في مباراة تحصيل حاصل، ليستعد الفريق لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر ليحقق الفريق الفوز بثلاثة أشواط دون رد. ليضرب الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي موعدا مع طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر مساء اليوم في نهائي مكرر للموسم الثالث على التوالي. نجح الأهلي في تحقيق الفوز في مناسبتين ويسعى للتتويج بلقب الكأس للعام الثالث على التوالي على حساب نفس الفريق.